انطلقت فعاليات مؤتمر البعثة الاقتصادية والتجارية للمنظمة الدولية للفرنكوفونية برعاية وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، وبحضور أكثر من 100 مشارك من كل أنحاء العالم وخصوصا من الدول الفرنكوفونية الذين حضروا إلى لبنان كجزء من البعثة الاقتصادية والتجارية الثالثة للفرنكوفونية التي تم تنظيمها بالتعاون مع الحكومة اللبنانية. كارولين سايلاغ مديرة المنظمة الدولية للفرنكوفونية شددت على التعاون الممتاز الذي أبدته السلطات اللبنانية في نجاح هذه المهمة، وأشارت إلى أن لبنان يمر بوضع اقتصادي صعب، لذا فالمنظمة الدولية للفرنكوفونية جاهزة للدعم. أما الوزير سلام فتحدث عن الأدوار التي لعبتها المنظمة الدولية للفرنكوفونية على الصعيدين الاقتصادي والثقافي، كما حدد المحاور التي يود التركيز عليها. متابعة رؤية الفرنكوفونية الرقمية لما تحمله من أهداف سامية على صعيد تعزيز الديمقراطية والتطور في العالم، تشجيع الاستثمارات وتسهيل تدفق رؤوس الأموال بين الدول الفرنكوفونية في المنطقة. يمكن للبنان أن يكون بوابة الاستثمارات الفرنكوفونية في المنطقة تحديداً في الشرق، إطلاق مبادرات ثقافية وفنية مشتركة خاصة موجهة نحو الشباب، كما هما أداتان فعالتان للحض على الحوار والانفتاح بين الثقافات المختلفة، تيسير التنقل بين الدول الفرنكوفونية عبر تبسيط إجراءات السفر، تبسيط إجراءات منح التأشيرات للمسافرين من هذه الدول سواء كانوا طلاباً أو أكاديميين أو سياح أو رجال ونساء أعمال، إنشاء منصة إلكترونية لتبادل المعلومات والخبرات بين رجال وسيدات الأعمال في المنطقة الفرنكوفونية، فالإنترنت هو أداة قوية لتسهيل التواصل والتعاون. وختم سلام باقتراح تطوير المنصة الإلكترونية التي أنشئت لهذا الحدث لتصبح منصة دائمة تربط بين سيدات ورجال الأعمال والشركات في دول الفضاء الفرنكوفوني.